مرة طابقة عليهم الجمال. اش ناقصك يا فاطمة الزهراء؟ خالة ليش ماكش يجو الجمال خايس منال؟ ها منال العقار ديال 24 ساعة داير. ترى هذا هو سر جمالي. شوفي 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 لي اختي غندير واحد العلبة وهي كي جاتني. طب ليها الخالة طياحة ولا 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 عشان غيشوفني مروان شاشة بلا ما نقاشة. ترى مروان غيشوفني ترى بربي غيدوخ غيدوخ حول وجهها. سيري سيري راه يضحك عليك وتتابعه. اختي والله ما عرفتش كيفاش ندير لي نجيبه. دابا شحال ضربت انا وياه 6 شهور صافي اختي انا راه صافي ما بغيتش يجي ديك اللعبه راه شنو ال... كنموت ديالي يا الموت. ترى كنموت عليها انا اختي بالرجوله بغيتو ديالي كي غندير الله ما عرفتش فاشي فلورا احبي. شوف نقول لك كلمه حيدي المرايه وتبعيني خلينا اكشي بالجمال غنخرج فهمتي انت تكوني غادا عدو اكتيفي لي الجمال قولي لي حبي اش غندير تشوف اللي شفت فك خاصك تكوني فهمتي الدرس وانتي عارفه حمو في الدمه بحالكم جيمرات وحنا اختي خايدينه حمو بقى كيدير والو طحت لك على واحد خايتي بالربي اختي طحتي على شي واحد ما كاينش فين مرا ماشي راجل ياك دقات ما كتنوضش الحجاج اح قلبي ناري مروان طاح في القراو ناري سمعيني جوج شميعات ها فين نديرهم وغيولي زغات يدوي لك بالزواج نجي نجي يلا اختي دابا دابا شوفي انا دابا نحدي ضربه الحطه واكتيفي لي الجمال غنخرج منك شد طاكسي حمار فرفع لعندها غايبه الشميعات ونجيو اختي كاين ميمي عنوض بيني لي نبين الختي يا مورا كاين شي زرده يلا غنضربي احسن طاكوس ولا بيتزا ولا باناشي ما عنديش مع الطناشي بغيت الزنانه اختي شوا يلا بالي بيتي نوضي نوضي هك شوية الهواء شنو ندير بحال مسخيت الوالدين هادو اللي مبغاش يعطوني فلوس الكره لا 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 خصني نشوف معاهم شي حل وعيطوا عليا بزاف هادشي بزاف ويلي كل ما عنديش ما عنديش ما عنديش والله ما نخليها فيهم لا 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 ضروري خصهم يعطوني فلوسي واش غنبقى صابره عليهم وانا كاريه لهم فابور بزاف هادشي عليا انايا عندي ما ندير لهم والله تنهبط ندردك عليهم والله تتوحشك حبي سنة توحشك فاطمة بزاف ويلي حب عاش كنت تشوفني انا شحال توحشتك انا نقولش لك ترى كنشوفك قلبك كبير هاك فهمتيني انا كنفهمك مزيان خاصك غير تفهميني والله حبي تي كنفهمك شوف انا شوف اختار ياك انا حافظاك ويلي تراك الفردة كيفاش الفردة شنو هي الفردة زعما الحارة ديالي زعما ديك اللعبة تحط على الزحيبة باشي باشي يقولي بيبي دامو ويلي انا بيبي دامو انت واش حبيبي من بيبي دامو ما عنديش مع الفرونسي فهمتش لا حاجه كنبغي العربيه تقول لي عشيتي الفرده ديالتي اللي هي امور فهمتي نموت معاك انا في هذا الشيء شوفي شوفي عماره تمشي معنا مشاش كنقول كنتلاقاو في كافي ونعطيك شي ريستورون ونمشي الا جي عندي للسطح جي عندي للدروج وحبي انت عارفني ما عنديش ما داكشي ديال الموس والفورشيط ما عنديش ما كنزلش ليا من هنا دابا هذا الشيء كله حب انا بغيت الزواج انت غنتزوجو وديرو وليدات حنايا وكبروهم شكرا كتجبتش معايا هاد الموضوع ولا ما نستاهلوش انا زهره ماشي ما كنجبتش معاك الموضوع دابا نتيا خاصك تبدلي باش ملي نجي نجيبك للدار شوفك الوالده بنت الحلال ما غاديش توافق واش غادي تقولي للوالده شنو هي ديك الشهر شنو هي ناري دابا نتيا عصبتينا صح كنت معاك زوينه وجيت ضاربه لك الخاله وبقيتي فيا لك الجمال ساعة ان شاء شو حيد حيد اخويا غتحيد لينا الجنة صح خالها من السقايلي ماشي شي ديالك الله يحبي ساعة في المريون شن تراسي فيها باش نطيحك عجباتك ياك شوف فيا هاجي واش هضرب لي على الخالة حبي انزار انا كتعجبيني ولكن اللبسة ديالك وهضرتك ولا ما كيعجبنيش مريخ مريخ جبد ليا المور شوف ترى انا الوحيدة في دربنا كنضرب الحاطوط المخيرة كتغير مني عارفة فاطمة الزهراء الاخر في الحاطوط ما كتطلع ديما تحبنا من دار بنيا غادي نحيدو من هنا يلا انت ماكش كتقفقف عليا وكترعد عليا ما فهمتش واش مروان وانا راه هادشي هذا ماشي ديالي ما عرفتش كيفاش غنحكي النهار الاول نوض نوض سير سير صاحبي سير دوي شي واحد ترافاتش يا صاحبي وتتسنى تمالك صاحبي دغيا طارتي صبحنا على الله صبحنا على الله حيت بغيت ناخذ رزقي لا بس الحمد لله كاين ما يتقضى عرفتي ما يتقضى بغيت غير رزقي انا ما بغيت منك والو ما عندناش رزقك خلطي راسك مع الحيط اش بغيتي ما
اش بغيت غير تبقاي هضره داري هذه في ساك هذاك البيت اللي شاده ليا تي وهذيك لطيفه حتروفه لي معاك راه ما عطينيش فيلا راه غير بيت خامس في السطح واخا بيت خامس في السطح عطيني رزقي فيه قديتيش عليه خرجي منه ما اول حاجه ما غنخرج ثاني حاجه راه قلت لك خبي راسك مع الحال ما عندناش صبري علينا اولي تروح ما بقاي صبر مع الفقير صبرت ما فيه الكيفاش باقي غنصبر مازال انا يا وزيدي في صبرك الله يعطينا كون كان عندنا داكشي اللي عندك كاع من كري وكاع البيوت في السطح نعطيوهم في سبيل الله وتيقولي حاضي داكشي اللي عندي وتي شغلك فيا داك رزقي انا ولا تعذبت عليه ولا درته باش نعطيك بحالك يشدوا لي البيوت لطيفه اه ما تخلينيش نعيط لفاطم زهرة تسمعك شي حاجه ما غاتعجبكش هي سري لي اني عطيتكم هاد البيت هادي الاولى سري نتا اكثر نوكايا باش نعمل معاك لا حوايج انا في الزنقه باش بقيتي على خاطرك وانا باش غادي نعيش انا كنعيش هذوك البيتات اللي كنكري الناس والعمارات اختي والفيلات اللي كاريه والطاكسيات بسم الله الرحمن الرحيم حاضيه اللي قالت تحسبي لي الوقت بحال داخله معايا جنه انت لطيفه كون ديتي لي خدامه عندك في ديك الفيرما اللي في العروبيه وعطيني غير كريمه وحده والله تكون وليت نخلصك الشهر على خوك انت غادي نديك تخدمي عندي امال مالي تصطيت ندير بك الاشهار كنت ديك الراجل خليتك قولي راسك سير صافي خالتي شوفني ما كاين لا عشيه لا غدا صيفانه حتى الشهر الجاي نعطيك كلشي لا صيفانه انا هضرت معاك سيري من نهار شفتك ما شفت الرباح بيت في السطح حتى هو نخلصو هاد البيت راه خصو يعطيوه لينا والله الا صافا ربي يخليك انتي مزيان على الله يتوحشك الخير ايوا لا لا والله الا مع تمارة والله ضروري ما نشوفك ضروري غنسالي وغنجي نشوفك والله الا حتى انا والله وبزاف كاع ربي يخليك يلا المهم كانت عايطه يلا باي باي عليك سلام الله الدريه شحال حنينه عييت يا خوتي وليده الحمد لله عييت شربوا جحا والله شحفت معاه بالهضره والله انا عييت من هاد يلا لمت يلا ساليت الله واش شحفت معاه بالهضره معامن والله الا الواد ما عرفتيش معامن معامن مش شحفتي بالهضره فاطمه الزهراء علاش شحفتي معاه بالهضره واه بيني وبينك باغي نتوكل انا ويا الله ولكن محال تعجبك الواليده الصف والله شوف وليدي هذوك الناس الله يعمر هذا تصمت ليا حنا ما قلنا والو ولكن ما هما ساهمنا ما حنا ساهمنا والواليده هادشي اللي كتقولي فيه راه عندك الصح ولكن انا راه قلبي بغاها شنو ندير وليدي حنا عنا زدراوش على قدنا ما قادي على مشاكل ما قادي على حتى حاجه دوك البنات شويه قباحات شويه واعرات هما الله يعمر هذا ولكن شويه مجهدين علينا وليدي بينهم وبينكم هي ظريفه حاجه واحده باش كتقتلني بواحد الخاله كل مره تجي دايره مره هنا مره واحد المره جاي دايره في جبهتها صحابها الدينار ديال الصلاه اييه واشنو بغينا حنا هادشي كاع كله اش باغينا وليدي هادشي حنا بغينا بنيه على قد حالنا واللي تسمع لينا واللي تكون معنا بخير وانا راه قلت نتزوج بها ونعلمها تصلي وترجع للطريق وتولي هي انسانه متواضعه اييه وليدي ما كرهناش غندو فيها اجر ولكن وليدي ما كذبش عليك انا مهم انا ما مرتاحاش لدوك الناس ما كذبش عليك قال لك الا ما فيهاش الخير نطلب الله يجعل فيها الخير اش وليدي ديالي واش نقول لك وانا ما عندي حد اللي نشكي عليه من غير كنتي الواليده وياها وليدي ما قلنا حتى حاجه ولكن شوف انت انا ما انا مهم انا من قلبي ومن خاطي انا ما مرتاحاش لديك البنت وما راضياش عليها ولكن انت وليدي بغيتي الله يسهل عليك ما نقدرش نقول لك زعما نلقاش طريقك وليدي لا المهم شي خاطرك هو اللي غيكون حتى انا ما غاديش ندير مع ايفور الا داكشي اللي مكتوب الله هو اللي غيكون والله سير كانت من الرزق راه غتجي سير انا غنصلي واحد الصلاه استخاره واحد جوج ركعات كان مسهل فيها الله ربي غادي يسهل ما كانش وليدي الله يبعدها منا صافي الواليده سير يلا نشرا قد العصا نصلي سير وليدي سير والله يدير شي تاويل ديال الخير وليدي ما قاد على مشاكل انا عادري ويشه شوف بلا ما تضحصري بدوك جوج كلمات ديالك حطي الباي ديالك تاكلي ما حطيتيش والله لا ضغطي تبارك اخوتي العام اللي جا غنبقاو حنايا صاحب الشي غنبقاو مضاربين على الصاصه دابا نعيط للمناور يقول لي جيب لي التقاديه فاطمه الزهراء راه ديما كتلعبي عليا سمكه وكل شهر كنحط انا راه كنمشي نعطي لحمي باش كنحطها وانا لال ترى انا عاقتك شكتي تطرد لي في عيني كتصحابيني واقع على شي حاجه تقصاور
ورايح مع راسك منال، خلينا نشرح شارمك. رانا ما قلت لك لاحظت لي موبل، قلت لك حط الفلوس، الفلوس راه ما فيهمش الخوت. دابا شناهو من الاخر شباغ شباغه دابا حنا دابا الفاري وشباغه شباغه. حطي لي خشي رزق، قلنا في الشهر غنبداو نحطو باي باي، كاينه ولا ما كايناش؟ كلشي غنقسموا الماء والضو والكرا وكلشي، حيت لطيفه ملي كتجي تدق راه ما كتدقش عليك كثير، كتعرفني غير انا وصافي. عشيتي شوفي بالرجوله انا غنعيط لداك البوغوس ديالي، غنقول ليه الو خاصني تقلي غيحمل ويجيب لي. انت عارفه مروان ناري بوغوسي حتى راه تنموش يعني تنتوفى علي انا. شوف هذاك الناس يقولوا بوغوسي، شوفي ازرق الكمال عليا، شوفي حبي خط احمر لما ندويو. شتي الزين اللي عندي انا كاع مدوي لا طوله وتجريده والشوبيه والعينين الخضرين بحالي. لا حبي شوفي انا مروان مع ديك الطوله وديك السموريه ترى كيضحك علي، ترى متي يوقف ترى قلبي تيوقف انا معاه ناري. شتي دابا جبدتو وانا نتوحش غنمشي نعيط ليه باش نهضر معاه خشي حبي ناري اسمراني حتى والله يشوف ربي عندي الزين انا. لا ما تشري محرك عليه المجمر، هو اللي محرك والكبال ليا. الله الوليده باش كتعجبيني خياضك بنين ويلي يعلى ولا يعلى عليه داكشي اللي كاين وما عرفتش الريحه منين عاطيه الا ما نضروش تحقق ليا اليوم ناري ما تقولي لي واحد الجاره. ايوا واش غنديرو خليتينا بلا غدا يعني. لا لا باقي فيه شويه ماي مقرمل. ايوا امي ماشي مزيان؟ لا بس الحمد لله. عرفتي خوك مروان اليوم قال لك سيدي باغي يتزوج فاطمة الزهراء، هذيك اللي دار لك خالة اللي دايره هنايا اللي قاعد ماريه شاده الرجال وتشنق عليهم اش بالك؟ ايوا امي اش غنقول لك؟ داكشي كيبقى ليه، حنا راه بعاد من هادشي، وثانيين هو اللي غيتزوج بها ماشي انت ولا انا، وبيني وبينك امي راه شحال من وحده كانت قبيحه وهداها الله ورجعت للطريق. ايوا اش غنقول لك امي؟ الله يكمل عليه بالخير هادشي اللي غنقول لك انا. ووليدي راه غادي يجيبها تعيش معنا هنا، راه ماشي عا هو اللي غيتزوج بها، راه حنا كنا غنتزوجو معاه، راه غتعيش معنا وليدي هنا، واش تعيش معايا وحده دخلت عاد والله تجمعني في الشمال كل صباح؟ لا حاشا امي. اه وي الا خوتي انا خايفه منه ما كذبش. ما توصليش معاها حتى لهادشي امي، ما توصليش معاها حتى لهادشي، عاد تبدل ان شاء الله، قولي لي الله يسخر ليك. وقلنا ليه انا قلت ليه بعد عليا وليدي كاع من ديك الطريق، ما عندي ما ندير ديك الدريه. نجيبوا عا وحده على قد يدينا وتفهمنا ونفهموها، ماشي وحده انا كنكون غاده والله حتى كنبدا نترعد في الزنقه. ودابا علاش غترعدي؟ وليت هذه بحال اللي كيجيبها لي الدار، شنو نقول لك اوليدي براس شغل هذا كيدير لي عجب. هذاك الشيء اللي كاين هيك هو اللي بغاه، الله يكمل عليه بالخير. امين يلا مي حط لنا هذيك تقرميله. يلا انا مشيت. ما عرفتش واش هذا فين تعطلت باش قبل ما يجي نأكشي في الجمال. سلام عليكم. تعطل شي عليا بالرجوله شي مزيان احنا فين؟ والله الا صافي الحمد لله. شو هذاك؟ فاطمة الزهراء قبل ما تدوي ما بانتش لك شي حاجه مبدله فيا؟ انت اضرب زومي زومي غيبان لك التغيير. بان لي كلشي. اش بان لك؟ بان لي العكر. اها شنو الاخر؟ وخاله مبدله. وي وي واش اكتيفيت لك الجمال بطريقه اخرى عاوتاني شتي صاحبي؟ وياه ماشي اكتيفيت الجمال طياحه ياك شو والله شتا عندك تيتيز. انا نقول لك تيتيز سانتي عندك تيتيز وعندك كلشي. وبينك حماق عليك عرفتي شتي لونك ترى ما كاينش في المغرب توقع لو امك راه جاتك من برا صمام. خليني خويا ساكت الله يحفظك. فهم الزهر الله يرضي عليك خليني نقول لك داكشي اللي عندك تزربي عليا كتبقي تهضري 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 حتى راه لقاش واش اش عندي يا صاحبي عذرني راه تنطيبك. قول اخويا اش بغيتي قول انا ساكته والله تنسكت. شوف انا راه غادي نجيب خطرك بربي وات بربي شي غادي تخطبني وات ناري. شوف شي اليوم غنمشي غنطلق داك الديسك ناريني الواي واي. انت غادي خويا تخطبني وات قلنا لك نخطبوا شنو درت شي الجيران سمعتي شي سمعوا وات راه انا اليوم راه غيخطب صحي والله شي انا عاد تخطب عشيره غيديني السيمانه الجايه اش اللي هنا وشوفوا ناري ناري طيش حنموش انا اختي انا ما داخل القرعه اللي ما كنت ناخذ انا الاولى. شوف هذيك اللي تقول لك انا مرتو مرتو ماشي سوقنا فيها هي وراجلها ماشي سوقنا في نمره والله حتى هذاك اللي كان كيدبر عليا مشى وخلاني ما عرفت مرتو عاقت بيه ولا شنو نصوني نصوني والله ما كيجاوبني. اختي الا بغيتي تعاملي تعطي لي انا الاولى انا داخله ما كنتوش غتعاملوا تعطوا لي انا الاولى الموفي على راسي بشويه بالصحه. اختي معوله عليا
ايوا صافي سالينا. يلا شوفي مع مدير النوامر قولي ليا صافي بحلاوتك. لا عطيتي ليا الشيء الاول الباي ديالك كاين. يلا حيدي حيدي عندي ابل اخرى حيدي. على حبيبي ها يا مزيان بيتك شبغيتي وراك عرفوني شنو بغيت بغيت فلوس الكرا شوف ما عرفتش كيش بغيتي مني انت فين ما كنخرج انا كنقول واقفه عند الشباب اختي ساليني شي حاجه وداك النهار جيت عند هذيك اللي معاك ثانيه يا قالت لي انت شي شي هذيك راه خشي كتغطي فيها تقول لي شغله ديك انت ما كتفيد راه شي مالك راه بغيت فلوس راه شي حاجه بغيتها تغطي اختي انا شي شي في الحنيه ديالتي تغطي فيها انت والله هو شي حاجه فلوسي ما درتش شي فلوس اختي انت ما كيكار لي نقصه ديال بالله انت راه خويا تصح وهانتي كنتي عطيتي تصح وقدو عطوني فلوس انت ما عنديش وشنو المعلوم فين ما نجي ما عنديش الطالب ما عنديش شنو غندير انا الفاليه دايره فوق مجاني ولا شنو شنو نايمه انا خصني نهضر في التجويجه وغادي معايا عشيرتي واختي وفرداتي وغنخلي لك البيش ديالك مش بعد ولا صافي ولا غتخرج معاك يعني شي حاجه عندك شي شغل يلا بيني عند الله يوصل يلا مدعي نهزك فوفك ودعي يلا ندعيك الله الله ياخذ فيك الله يلا قايد ديالك هدي يا سير العرض شك منكم بقيت بغيت غير انا جوج منكم ما يتبعكم لبنا يا ولدي حرامي الحق مسكنه عندي الشلطيات هايدي عليا بلاتي عليهم عشت معاك وش حال وريح الدنيا معايا كيف تتعاد الوالدة راك انت عارفة دابا قديت الأمور ديالي وبغيت نخطب في هذيك السيدة لك شاب الله ايه كاين شي فلوس والوالدة واش انا باغي نمشي نخطب وغنتوكل على الله وما كاينش الفلوس ايوا عرفتي شنو خاصني ندي شي حاجة ديال تحمر الوجه باش تبقى تجبدها علينا حياتها كاملة هي والعائلتها بصح الوالدة كتهضري واشنو وليدي واش دابا صافي اللي عطى الله عطى ما عندنا قال لك الميت مين يقول قدام غسالة الحمد لله كنت متخوف من هذه الفكرة ديالك انك انت ما متقبلهاش وبزاف د الحوايج ما عندي ما ندير ولدي على قبلك انت نتقبل اي حاجة نطيح عليك في العافية ما عندي ما غندير ولدي جابها ليا تالبين يديا ما عندي ما غندير انا راه عندك واحد البركة وتقدا يبان شي داكشي راك عارف داكشي ديال العيال صافي كوني هاني غنحمر لولدي وجهه نخليهم يبقاو حالين فامهم ان شاء الله الحمد لله واخا كاينه غير هي واختها راه والله الا ضري فينا الواد راه الظروف اللي خلاتش معيشو الله يصايبها وليدي الله يدير لهم شي تاويل ديال الخير الله يهديهم من عنده الله يهديهم هادشي اللي غنقول لك شوفي راه كيقول لك راه غير تزوج الاولى وتبعها الاخرى راه غتزوج فاطمه زهره تبعها معناها والله يسهل عليها حتى هي وليدي يجيب لها شي نقره فين غبر نحاسه شي ما عقلتيش على رشيده مولات البروميير كي كانت وتجع ويقول غوات وكذا شو تبارك الله ملي تزوجات كيولات كاين ورده الله يكمل عليها كمل عليها المهم قاد لي الامور وما درتش حاجه صافي شوف حتى ما ضرب حسب حتى الحاجه سير خوي راسك كون هاني كلشي غتلقى على احسن ما يرام الله يرضي عليك وليدي الله يصلحك الله يرضي عليك سير ودي الله يسهل عليك كيبقى في الحال ما كرهتش لوالدكم كان معنا في الله ايوا الله يرحم وليدي حتى هو غادي يفرح في هذا النهار هذا ملي غيشوفك انت فرحان الحمد لله يا سيدي الله يرحمه ويرحم المسلمين انا خرجت لوالدي سير وليدي سير 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 الله يثبت لكم الغرس منال البيشاله غنخدم لي سفاه عليها غنطلق لك المقعه وشوف صايبي شو بغيتي صايبي الكراطه يلاه عشيه ما تجيش انا اختي اللي خمل اليوم شوفي ما غنقولش بزاف الشيء الا كان على اليوم اخشك راشقه يا غنطلق لنا شي دويسكات ديال الواي واي فهمتي وغنقلبوا هاد البيشاله ما خصيش راشقه لك اش كاين انا نقول لك اش كاين سمعيني حبي تلاقيت بيه قبيله وقال لي راه غنجي نكوغط عليك ربي ربي عندي شي ما ديتي واش واش صراحه الشميعات راه خدموا ليا نصلي على حيد 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 الصلاه والسلام على رسول الله الى الشيء جسد شوفي بغيت هاد البيت حيت غيجيو خطبه بلا تنسق غتبقى تزغريتها غتشوبيني انت باغي تفقسي ليا بنت الدرب تا دايرين عليا او تا غتسمعوا تزغريتي صافي انا مزال باش ما لا 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 اختي انت امن بالعين شوف وانا اختك تشد فيا العين وانتي اسمراني وانايا ترا كوبل هوبل لا حبي شوفي ترا غير ضربي بالعين وانا قلنا فاعله التركات غتزوج وغادا بالشان المرشان هاك حرام شوفي انا غنخمم هاد القنش انت غت شوفي من دابا غنطلق واحد المزيكا وعليك واحد جوج ثلاثه اعطوني الفيزا والباسبور هادي
جوج مسخوطات قهروني في صحتي، كداو ليا دريه مسكينه، ما بغاو يعطوا لي فلوس، ما بغاو يخرجوا ليا من بيتي، الله ياخذ فيهم الحق. واخويا خالد اش غنقول لك، راه بغيتك توقف معايا، راك عارف انا واقف. نزيد نوقف وريح وريح. ما كنتش ندير كارده يو ديكشي لي وقف معايا، وقفتش انا في البلاصه. انا معاك تشوف لي داك السيد صاحبك على قبل هذيك الاودي، شكون الدري حميد؟ اييه شوف اخويا مروان، دابا انت كدوي في المعقول ياك، غندوي معاك معقول. مروان اش قال جرجر فيها اخويا، تعطيه خمسة تسني واحد جوج المليون، عارف بيه العشرة ديالك. وا خالد والهوية واش ما عندكش العقل؟ عندي وانا بغينا انا الكرة، بغيتها شهر غنمشي انا وفاطمة الزهراء ندوزو فاكونس ياك فواحد البلاصة بلا ما تعرف، وباش عنده الاودي دوز بها 15 يوم وغادي نمشي. ما قلتش انا باغي نشري. واخا عندك شيك؟ كاين شيك. ايوا صافي مرحبا، ولكن راك حسب ليها 35000 فرنك 7000. رخيصة. ايوا رخيصة بالنسبة لك، انا راه غالية عليا اخويا. تتزوج اسيدي على حسابي، انا مكريا لك جوج سيمان. دابا صافي هادشي اللي بغيتي الطوموبيل، شي حاجة أخرى. صافي انا عارفك ما غاتغيز ليا حتى شي حاجة، لا شفت ليا الطوموبيل ديك هي الدنيا وما فيها. ونشوف لك الطوموبيل، ما تقولش ليا السلف. انا بعد ليا من السلف. نوض نوض صوني السيد باش ما كرد عليا نوض. وصافي حسب الطوموبيل عندك اصاحبي، راه هو بان ليا حاطة حدا الباب، انا نهبط عندو دابا. انت باغي انت؟ باغي في هاد السيمان. انا نهبط نغيز ليك، صافي هادشي اللي بغيتي. الله يحفظك اخويا. يلا اخويا انا مشيت. ما تجبدش ليها الفلوس، تجبدش ليها الفلوس تخاصم انت وياه. وما تعطش انا كنتسنى لابيل ديالك. بخليك ما شديش عليه مال الوالده، راه هو يعات بجوج، راه هذه هي هضرتها. اجي نقول لك كي نقرزو بجوج نقرزو. مروان ما عندناش مع داك اللغة ديال تحت الباط، فهمتي؟ دوي فاس. قلت ليها راه بغا يرحبوا بك وصافي. مرحبا مرحبا بك الفريده، شتي غنتعاشر انا وياك على قبل هاد الويل والاسمارة اللي عندك، غنموت معاك انا. ربي يخليك بنيتي، ربي يخليك. خاش كي داك اللوب تبارك الله وصل عندي عليك. ياك هادشي ما شاء الله ما شاء الله. ياك زوينة خالتي. زوينة بنيتي زوينة. قولي ليا رانا هي مولا الدرية والشغار، فين تسكنوا لي الدرية؟ وغتكون معانا بنيتي. الدار واسعة خالتي. وشوفي شوفي كيفاش مروان باش انا حدا شق ناس الداري واحد نتقاسمو باش نموش عليا. هادشي اللي كتعجبني الوالدة راه تاكل معاك بزاف. سكتي عندو فيتو بوحدة باينة. لا ما عنديش فيتي بوحدي. اش عندك سداري حبي؟ عندي فيلا. شوف نقسمو معاك انا، شتي موش واحد يذبحنا. شوف العز موت عليك قدام مكاي. شوف اخاتي شتي كان عولدك تنحماق عليه نموت عليه وعلى ودو هو ندير لك ها ها. واش بغيتي انا كون لقيت المرض الولدة بحال هكا كون ما عرفت فين وصلت؟ والله يكمل عليهم بخير. امين امين. واش درنا شي بريري للوالدة جات؟ اجي نبلك جبنا لهم سطرة الحليب. جيبي لهم خضر وحط لهم تمايرات وغينوض، ترى غينوض دابا فهمتي. مرحبا بكم، الحليب والتمر نتشاركوه معكم. لا ريحوا الحليب نجيبوه حنا وجيو عندنا ومرحبا بك. شرا قلت لك حتى راه الفرجه ديالي انا راه سخيت. سمعي حسنا هي كنت السميه. هي بنيتي انت نقول لك اللي كاين، انا راه عندي ما نخبيك. جيتي وقبلتي علينا بيت في السطح. مرحبا بنيتي. وراه ما عندنا ما جوج نديرو، بغيتي الدريه راه فاقط وديوها. شوف اخاتي شي انا ما عندي لا مي لا با فهمتي، وقتو عام الشجره تولت خلينا نعاود لها ليستوار ديالي. شوفي امك عجبات مالها، خلينا نعاود العشيه شي باش تفهم لي شحال مزيا. خويا منين امك عدوز شي هادي. شوفي الفلده شي انا ما عندي لا مي لا با من الاخر. واش ربي ما سكتني شي واحد؟ خليني دابا فهمتي ارتاحت للسيده، خليني نعاود ليها. شوف عشية شامي نشوف الفردة والحنانة ديالي شي انا بطوعة مال شجرة فهمتي، معدي لا مي لا با فهمتي. وا بنادم تا تنعاودو للسيدة ها منال، ما تخلينيش نغلط فيك وليدة. ما باغي لي عاد وتر ناري وتر الفاتحة. قمعتيني يا مروان قمعتيني، ما خليتينيش نخرج داك الشيء في قلبي. تا صافي والله صافي انا كعيشة والله شاك عيشة مروان. ماشي حبي ما غندير لها عسله والو، غنجي عندك بشي كوشي. مرحبا بك بنيتي فهمتي. واش داك الكاغط ما نديروش؟ والله ما كاين لا والو لا بنيتي عاودوا بلا واش راه جي ما تدخلش عليا لما كان الكاغط. يلاه نزيد ديك القرايه فيها شحال بتاع فراسي انا مره ولا اطاش باسم اقرا اقرا انا نسيت القرايه. انت عاودي شعيب وشعيب قراي قراي الحاج فاتح. يلاه بسم الله قراي صدق الله العظيم.
كانت كتقول فاطمة الزهراء بايره مرات الخاله هاي خداش سيد الرجال واش عليك اي لاف يو عشيري تخلطوا لي حوايجنا مع حوايج ديك الجاره الملعونه. السلام عليكم. واحد السلام عليكم بعدا. وعليكم تيسع كاين ما نقضيو؟ لا كاين ما تقضيو ونشاهد راه حاد قافي مع ديال الحمد لله مقيات وحاد قات اخبارنا دا العالم. انتي قلتي اخباركم داو العالم مارسين مع ريوس كم وزغايت كم واصلي مع تفيم. شوفي والله ربي تخليت لك شويه دجاج والصفه راه صاحبيني ناسيك ما ناسيكش الحبيبه راك بحالك في مكان تسمي. لا لا ما بغيت منك لا دجاج لا صفه عطيني غير رزقه عباد الله حشومه على كلشي اللي كديروا في ميتي اللي ما بغيناش حنا دزنا المسقي ماشي ما نجبدوش انا ياك هادشي ما نجبدوش. تعرف هاد الكلمه كدورني في الطنطو ما نبغيكش تجبديها عليا. واش غنوا الحل اللي غندير معكم انايا قولي شناهو الحل؟ ساهل ساهل لطيفه نمشي ندعيكم. ما تدعينا ما ندعيوك حنا وجه المخزن حنا الحل الوحيد اللي ديري معايا عندك جوج الحلول شناهما ولكن اختيار قولي. تقدري تختاري النيميرو واحد تقدري تختاري النيميرو جوج قولي ونشوف واش غنختار. قولي النيميرو واحد هو تعطيني هذا وتكتبيه لي حلالا طيبه ويبقى لك عشور الصداقه ما كتصدقيش قالوا لي. النيميرو الثاني اختي شوفي هاد الزينه الطوله والزريده ما يستاهلش راجلك ونوليو ضريرات والله يا اختي تنبرعك انت وياه. بغيتي تاكليني في رزقي وبغيتي تاخدي مازال بيتنا كتبوا لك وصيه وبغيتي تاخدي لطيفه عطيتك النيميرو واحد والنيميرو جوج بغيتي حتى واحد فيهم سالي بغيتي النيميرو ثلاثه حسبي الله ونعم الوكيل فيك. غبري راه وكل فيك الله الحق محاسه ناري ناري ضرني راسي خاصني اصبر. حبي صراحه انا رقبت عندكم في هاد الدار ما موالفاش رايح انا بزاف. شوفي طلبيها زوينه راه السيمانه الجايه ان شاء الله راه غادي نسافر انا وياك. فين خويا؟ واه داكشي يبقى سيربريز علاش غادي نقول لك؟ واش عاقول ما عنديش مع السيربريز اش شنو سيربريز؟ خويا اش نقول لك انا عرب معايا انت ما تتزلق عليا انت فرونسي. ما كتتشتشت وانت راه عصبتيني يا صاحبي دابا عصبتيني خاصني نخدم معاك انايا سوندر زابيتا نخدمو معاك تراديكسيون. انت صاحبي عرب خلينا نفهموك تكونيكتا. عرفتي شنو سرك؟ غنديك للسبيت ضربي القطبان وغادي. لا خويا شوف انايا تنموش على كزوم وديك فانتا ولا مع كوكا ولا مع المهم لونها ليموني نموش عليهم. شنو ديتيني عرفتي عليا لتما ترى بحال جيتيني دركت لك راه ولاد والله شي صراحه شوف انت هما واش انا غنقول لك جوج حوايج انت باش تبدلي باش دير عقلك وتحيد هاد اللبسه هذا راه دابا ولا شي مزوجه ترى اخر ما غناش كلتهم تضربوا ماتشكا صاحبي ترى درت لك الاشاره انا في الدك. صافي على اللبس اللي عجبك واللي بغيتيها نجيبها لك بقى ليا على راحتك. وليده؟ نعم. فين بخير؟ انا وليدي. شكب بوحدك؟ فين هي العروسه الجديده؟ خليها ناعسه. سد عليا كهربيني. ويلا خليها ناسا وشي جايبها باش تنعس. اسكت ما بغيتها لا تفيق لا والو شغل هذيك هي وراجلها انا شقايا قاده بيه سمعتيني. وداها في راسو وغنمشي نشرب قهيوه وخليت لك الراحه صافي الوليده. شقايا قاده بيه شقايا شقايا وبخير وساليت وانا اش غتزيد عليا هي. صباح زين هذا متفاق مرتاح كاين لا مشاكل لا والو. طنزارة انا مشيت الخدمة غنجي شوية معطل. الله صبر على البرد. انزارة دابا قناة سمو الفتحة شهر 12. واش الفريدة صباح الخير. ويلي نضادر كاين شي نضادر في الدار شرا بانوا ليا الخياقات محطوطين فهمتي قلت يبقاو مركونين لا ما نديرهم انا. شنو الخياقات؟ كما عندكش مع هذا الشيء كاين دابا ما ناكلوش فطور لا والو. وي فطور يا بنيتي يا فاطمه الزهراء باقي شي فطور دابا وشوفي شحال الساعه دايره الجوج. صراحه انا ولا مولفه انا وخشي اتفقتي على هاد الوقيته كنهبط للمحلابه كنضرب ليه نص فيه الطون ونص فيه شي لعيبه وكنجي دابا كاين شي ما ناكلو لا والو. يا بنيتي فاطمه الزهراء دابا راه ولات عندك بنيتي مسؤوليه ما بقيتيش فيقيتي الجوج حتى الثلاثه راجلك مشى يخدم خاصك تفيقي بكري تعاوني انا وياك نشقى ونطيبوا ليه الغدا يجي يلقاك صيخه. لا انت واقيلا فهمتيني غلط كان بان لك واقيلا شتي التيتيز والخالات قلتي راه كيلي ميني السيده راه صوفاج انا. صباح الخير. فين اختي فاطمه الزهراء؟
واش فرداش شتي كان نهار جيت للدار وتايا غابر ما عليك ما روشيرشي في الدار انا ما فخباريش لا ما روشيرشي ما والو مالك اخويا يمكن ندير لك واحد الطاله مرحبا على الراس والعناجه معاك هنايا اش خاصك شي فلوس خاصك شي حاجه نتعامل معاها وقفي واسمعي ليا شنو باغي نقول لك حتى الهضره اللي غنقول لك مهمه ليك مهمه حتى لراجلك انت ما راجلي شي واحد داز لي على شي لعيبه قال لي شي كلمه دابا نخرج انا وياه انا راه ما باركش مع علال القادوس الله يسهل عليك لا لا كيفاش نسمع خويا على الاجنواء عاود 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 كما قلت لك هانتي انايا راه كنحتارمك وبغيت نشوف فيك كونك دريه شنو تحتارمني شتا ها انت غتولي عشير انت غتولي الفرده تاعي فاطمه الزهره فاطمه الزهره صلي على النبي وخلينا مع هذه الهضره ديال والو ديال صاحبي وتي راش راش وهذاك الشيء راه ما كيوكلش الخبزه اختي انا باش نتفاهمش مع الناس الكليميني فهمتي باش نتفاهموش انا وياك افهمين اخويا هو الانسان خاصوش يكون بحال هكا دابا انت هي دريه تبارك الله زوينه وظريفه حفظاك شي تروج ولا محفظ الله يحفظك هذا راه ماشي اسلوب ديال الحوار واش فهمتيني الناس ها سمعيني سمعيني انا عارفك بانك هادشي ما غتقبليهش حيت انت كبرتي في واحد لونشوراج اللي هو داير بحال هكا ولكن انا فاطمه الزهره راه بغيتك اختي تبدلي بغيت نشوف دريه يعني ماشي شو حنا دريات اصاحبي الخطوط الاخرى شنو نضربوها انا بغيت نجيب لكم الكوبران تقولوا دابا غتعيق علينا ولا شي حاجه لا حقرتيني اصاحبي حقرتيني والله دابا واش غتسمعي الهضره اللي غتفيدك ولا لا شنو هاد اللبس هذا راه ما خدامش لك وديك الميمه حاولي تهلاي فيها وبدلي من حالتك شويه راه ماشي كنعيبك لا حاشا انت بنت الناس وباينه فيك الرجوله ديال بصح انت هي اللي الواحد يوقف عليك وما تخليش هو الله يسهل عليك حاولي تراجعي نفسك ودوي مع اختك حاولوا تبدلوا من هذه الشخصيه اللي نتوما عايشين فيها وهذا الدور اللي عشتوا فيه الله يسهل عليك اختك بالرجوله غنفكر في هضرتك ولكن انا غنوعدك بوالو ان شاء الله عشيري ولكن شي تا الله يحفظك خويا عبد الدق علام سلطان والله يهديها مشاكل في الخدمه ومشاكل في الدار الله يدير لي فيها الخير وصافي امين اوليدي امين المهم فاطمه الزهره ماشي من سهل وانا ماشي ديالها وهي ماشي ديالي الحمد لله رجعتي على هضره ميمتك كلام كله صح والنهار الاول خصني نتبع هضرتك ايوا وليدي انا مابغيش نخسر لك مابغيش نوقف في طريقك مابغيش نوقف في الطريق حتى سعدت ديك البنت باش ما نديش ذنوبها ونقولها هي وقفت لها سعدها انت هذا الشيء اللي وريه وريه ولا عما سيرو خليه راه هادشي اللي وقع لي دابا فاطمه الزهره غادي نطلق هي ما من سهمي وانا ما من سهمها قلنا زعما راه غادي تجي عندنا للدار هنايا وغادي تعود على طبيعتنا وتشوف طبيعتنا وتشوف كلشي غادا تبدل ولكن ولدي كيبان لي داكشي هي غادا غير غادا كتزيد فيه وانا ما نقدرش اولدي وما بغيتش نخسر لك ملي جيتي انت بديتي اما انا ما بغيتش نخسر لك اولدي نرجعوا صافي مي نوقف لكم ساعدكم انا عارف داكشي هي خاطري حتى وصلت على هضرتك حتى دابا غندوي مع المحامي ونبدا الاجراءات ديال الطلاق ونصيفط لها براجه شوف انا كما قلت لك ما نوقف لك في زواجك ما نوقف لك في طلاقك انا صابره معاها حتى يحن الله امي ما نقولش الحال الصباح انا خارج غادي للخدمه بغيت غير مرتي تجي ترش لي رويحات وتدعي معايا تعاود زوني يا ناعسه ما جايبه الدنيا خبار بزاف هادشي الوالد ايوا ولدي سير الله يدير لك شي تاول ديال الخير هادشي اللي غنقول لك اللي فيه الخير الله ياتي به الله يصايبو صافي جابك سكت اختي راه ما شتيش الاخر في هذيك الدار اش طاري ناريك ما دار لك شي حاجه والله تنهز لمضه شوف امي قد شي حاجه كثار من هكا انت راه سمعت مروان شي يقول لامو بغيت يتزوج عليك تحيدي عليا هذه اللي غتجيني فين غتجي غتجي تعمر مالي مسطيع وانت راه كيقول لها الصراحه رجعت على هضرتك هي ماشي من سامي وانا ماشي من سامها عندك الحق على الوالده وانا بغا يطلقني قال لها شي كون كانت اختها هي في شكل كنا خديناها لخالد ولكن قال لها دوك العمار ما يتبدلش حال شنو كيدايرين عيرونه ترى شي عيرونه امانين ترى جن صراحه حتى حنا راه لا علاقه بهم حتى مراك لاصه صاحبتي شفتي كيفاش كيهضر حتى مروان كيبدا يدوي معايا وانت انا مرجلي عليه في الهضره صاحبتي ولكن انت اللي متاش انا راه ما بغاش انا داك السيد كان موش عليه في الرجوله وافتيتين ديالي شو اختي نقول لك جوج كلمات حتى انا تلاقيت مع واحد ولد الناس ويلا بلوكيتو في واتساب علاش قال لي انت زوينه ودرويشه ولكن بات الشرايح ديالك راه ما عمرك ما طفري نري شي دابا شي ولينا فيه حنا ولينا معيور شان تعايروا بيها صاحبتي انت
ترى ما خدامش هادشي امال انا راه مون بيبي دامو غيمشي في حالات وعبس بهضرتش عرفتي شنو نزيدك الكبيره راه انا وياك كيسمينا غطيط وحنا دابا طيط ترى المخيم نخرج فيه انايا انت كيفاش طيح تاجي ولي طاط في هذا الوقت راه حنا ما مرجلات تمناش تنديرو الحمد لله مشينا بالعز حنايا عايش يا اخشي شوف انا ما بغاش نتفارق مع داك ولد الناس ترى والله ترى ندير شي حاجه في راسي انا نضرب لحمي انا انت اسمعيني خليني نقول كلامي فاش انا ترى فاش راه مدمره فاش راه مهلوكه بغا سمعيني انا قلبي مقطع انا وياك وحدانيات لا اب لا ام نديرو ايد في ايد ونتبعو طريق الله ونحيدوا هاد الشيخ تي ونديروا زيوفتنا ونتبعوا صلاتنا ونتبعوا ديننا اش بغينا ورا يجيب يجي ربي ولد الناس راه جابوا له ترى ولد الناس راه كاين ترى باغيين ياخذوك الخالده مانات راه خاصنا نتبدلوا شويه نوض اختي نمشيو للحمام نخلصوا كريدياتنا ونصليوا صلاتنا ونطلبوا الله يغفر لينا وحيدي منك ديك الشرايح ترى ما نصيبش مانا ولكن شوف على ودك الاسمراني ترى نولي ابي ناري يلا اختي يلا عندك فلوس الرسمه شعايا الله ان شاء الله غندخل العمو فابور زيدي اوي اللي قالك باغي يوتيوب عرساش ترى في الدنيا اويلي ولو يخلصوني في الوقت كنت نمشي عندهم يخاسموا عليا ويجريوا عليا بحال ريه بحال سكينه والله الا سبحان مبدل الاحوال حبي من شطر سكاني كيف نبقى حيار وانت مسريا روبي يا مزال فاطمه السلام عليكم شمره اجي معنا اختي دخلي سلام كي دايره خالتي لاباس عليك لاباس بنيتي فاطمه الزهراء كي دايره ماما حسنه شوف ماشي سيبي لاباس عليك فاطمه الزهراء واخا خشمانه خالتي بغيت نطلب منك واحد الطلبه ملاقبين بريا وسكينه بغيتك تسمحي لي على داك النهار والله ما قصدت نتعامل معاك خايب والله لا سمحي لي لا قولي على الله واش طراجيم شوف بنيتي ما ديري في راسك والو سبحان الله بدي الاحوال الوالده وغاديك شوفي يلا كنا غنضرموا على حساب الطلاق راه سمعتي هذيك الهضره اللي قلتي لخالتي لا خاصو يعرف بغيتك تعرف مروان واحد الحاجه انا ومنال راه البلاصه اللي كبرنا فيها وما كناش مرجلين كنا راه بنادم تفلي علينا راه الوقت اللي خلاتنا نكونوا بحال هكا واش عارف ما كنتش غنصف فبنيتي انا النهار الاول اللي جاي يخطبك بغى يمشي يخطبك مروان دوا معايا صراحه سميتها راه ما قبلتكش ما بغيتك ما قبلتك النهار الاول قلتيها قلت لك حتى واحد ما كيحملنا على هذيك السمعه ديالكم وعلى هذيك الهضره ديالكم وداك الشيء ولكن ملي ولدي قال لي الماما راه هو عا هكا تيبان ولكن لداخله راه زوين يعني دابا بينتوا لي انك راه الداخل ديالكم زوين الله يرضي عليك بنيتي اسمح لي يا مروان ماشي مشكل ونسيتي ايدي راه انت اللي نسيتيها اجا خالتي شوفي بنيتي الله يعطيك الرضا الله يسهل الامر شوفوا دابا ملي نتوما تبدلتوا وليتوا بحال هكا الحمد لله وانا انا طالبه رغبه يد منال ولدي خالد يلاه كنت بغيت نقول لك الله يحيد ليا من فمي شتي صراحه ما غاديش نلقاو شوفي يتامات وليداتي حتى هما يتام وانا ما عنديش البنيات ودبرت على الراجل ندير هاد الشريه واش غنديروا ما مقبلوا علينا صبروا علينا ان شاء الله تنتبدلوا ملي في الحمد لله ملي هذا زوين كلشي غادي يكون زوين في الحياه زغرتي زغرت لك